السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني المشاهدين، مرحبا بكم أخوتي الأعزاء عن فرجي فلوك. لأول مرة كيشوف القناة يتأبونا وفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد، والتعليقات ديالكم الزوينة اللي كتحفزوني، وخا كاين بعض التعاليق اللي لا علاقة بالموضوع. شكرا لكم على المتابعة أخوتي الأعزاء. بالنسبة أخوتي الأعزاء، المباراة اللي غتكون ما بين المغرب والبرازيل في المغرب بملعب طنجة الكبير، ما عندها تعلق بالأشغال أخوتي الأعزاء، الأشغال بوحدها والمباراة بوحدها كما كتلاحظوا، كما كان مونديال الطول، الأشغال باقا ماشي متواصلة، الأشغال بطيئة ولله الحمد. وقفوكم على حدكم، على حساب لكن الناس اللي كدير شي كومونتيرات العلاقة، وقفوكم بعدا عند حدكم. وتحياتي للمغاربة. بالنسبة للفريق الوطني المغربي اللي شرف كاع الدول العرب بهذا الإنجاز العظيم، والمغاربة كاملين فرحانين بزاف بهذا الإنجاز اللي داروا المغاربة ديالنا. تحياتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، وشكم بروك أخوتي الأعزاء. بالنسبة للمباراة اللي غتكون هنا في المغرب الودية ما بين المنتخب الوطني المغربي والبرازيل، غتكون يوم 25 مارس 2023 على الساعة 10 مساء بالنسبة لتوقيت السعودية، 12 مساء ليلا بالنسبة مصر، مع 11 ديال الليل. ونتمنى المباراة تكون في أحسن الأحوال كما داز المونديال بنجاح، واحد النظام كان رائع وجميل جدا، وافتتاح كان في المستوى، والحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. نحن المغاربة فخورون بهذا الإنجاز العظيم، وتحياتي لكم أخوتي الأعزاء، وديما مغرب وديما الراية مرفوعة الفوق الفوق. يلا اخوتي الاعزاء، شجعونا وعطينا التعليقات ديالكم الزوينين، ولي لايك ما تنساوش، وما تنساوش كذلك لي زابوني. وشكرا لكم اخوتي الاعزاء على الدعم ديالكم ديال اخوكم فرجي فلوك. تحياتي لكم من هذا المنبر اخوتي الاعزاء، تحياتي لكم من هذا الملعب الجميل طنجة الكبير ابن بطوطة. اللي بغيتو المزيد كتبوا لي كومونتير، انا معكم. الحاجه قديت عليها انا معكم، ما قديتش عليها الغلب الله. المهم الحاجه اللي كنعرفها كنوصلها لكم، اللي ما كنعرفهاش حتى كنوصل شي معلومه، وانا معكم اخوتي الاعزاء من جديد. الله يحفظكم اخوتي الاعزاء. فرجي يا فرجي، الله يفرج عليكم في الدنيا وفي الاخره، وعواشكم مبروك اخوتي الاعزاء. يلا اخوتي الاعزاء، ها انتم مع فرجي فلوك من بعد المونديال الدو المغرب اللي كان رائع في المستوى. يلا اخوتي الاعزاء، مع السلامه.